يلا خدوا المفاجأة دي. لو أنا قاعدة النهاردة مع حضرتك قبل البرنامج وقعدنا واتكلمنا وجبنا سيرة حد مثلا يعني مذيعة زميل خلاص، والصفات اللي أنا بحكيها دي موجودة فيها، حلو كده؟ وحضرتك قاعدة تسمعيني بمنتهى الأريحية والتلذذ ومبسوطة من الحوار اللي أنا بقوله، عارفة ده اسمه إيه في الدين؟ أكل سحت. أكل سحت اللي بيسمع أكل سحت، يعني أكل سحت ده أنا أعرفه إنه هو اللي بياخد حاجة من حد يقوله دي حلوة قوي حلوة قوي الساعة دي، تقولي اتفضلك هاتي. مش ده سموه أكل سحت؟ أيوه. اللي هو أخذ الشيء بسيف الحياء. لا دي كمان اسمها أكل سحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. شوف ربنا ربط إبري. سماعون للكذب صحيح. أكالون للسحت. حطيلي إيه ربنا بقى جنب إيه؟ جنب إن أنا بسمع منك الكلام. طبعا معظم الناس إلا من رحم الله، عشان برضو ما حدش يزعل، بيحب يعمل تحابيش الكلام. إيه تحابيش الكلام ده؟ معلومة، معلومة واحدة صح جنبها ثلاث اربع حاجات، وقالت وزعقت على فكره وهي بتتكلم على الموضوع بتاعك، وزعقت وصوتها عالي وشوحت كده وحملت مش عارفه ايه، ما حصلش. فانت بقى في حد ذاتك قلتي ايه؟ ودي ممكن تكون كمان طريقته في الكلام صح، وممكن يكون حاجه هو حسها وحاجه هو شافها ما شافهاش، بس هو يعني شايفها من وجهه نظره كده. كل الحاجات دي انا ما بعرفش خالص اتعامل مع الشخصيات اللي لما بتيجي تحكي موقف تحكيه بتفاصيل ما حصلتش دي، بعرفش اسمعهم مره تانية لما اتاكد يعني. بس لما تعشريها هتقولي ايه المره اللي بعدها؟ والنبي بلاش الافوره قوي في حديثك كده. وبلاش ايه التحابيش اللي بتحطيها، اديني الموضوع بس لوحده. عشان لما تلاقي حد دايما يعمل لك مقدمات واسعه للموضوع وما يديكيش النقطه، اعرفي ان هو بيجيب حته من هنا وحته من هنا. ليه؟ عشان خاطر يعمل لك بهارات القعده. بهارات القعده، بهارات احنا هنقعد كده ونقول لك الكلمه والموضوع في كلمتين ويخلص؟ امال يعني هنقول ايه بقى دي؟ بعد كده هنقول ايه حضرتك؟ ها؟ لازم بهارات القعده هتخلص كده. فان احنا نتكلم على بعض ونغتاب بعض ونقع في بعض. والموضوع كمان في الشائعات بيوصل لاكبر من كده، يعني بيبقى ممكن ياثر على دول بحالها، مش مجرد اشخاص ولا مجرد حد اتقال عليه كلمه، واكيد ده تاثيرها برضو مش قليل وكبير واحنا بنحترم ده جدا، لكن كمان انه يعني تتاثر يعني ناس، كل انا هاخد ذنب كل الناس دي؟ بصي هاخد ذنب كل البشر ده؟ الشائعات دي هتقسميها كتير. اول حاجه قلتها لك ايه؟ توجع نفسيتي. ممكن الشائعات دي توجع نفسي انا، تجيب لي مرض غير نفسيتي وتاثر عليا. ممكن الشائعات دي تبقى في مؤسسه، تبقى في شركه، تبقى في دوله، تبقى في عالم، تبقى يقول لك ايه ده هيحصل كارثه والعالم كله هيغرق وهيحصل مش عارفه تسونامي تبص لنفسك قاعده خايفه. يجي على سلعه معينه في البلد ويجي يقول لك ايه السلعه الفلانيه هتختفي، يكون قصده اثر على اقتصاد دوله، تأثر على يعني حاجة تحصل مثلا في الدواء، فتلاقي الناس اللي هي أصلا تعبانة أنها تبتدي أنها تلم الجزء كبير من الدواء، فيحصل فعلا مشكلة وهكذا. والناس المريضة فعلا تبقى محتاجة ومش عارفة تلاقي، ممكن حد يموت بسبب شائعة. أيوة صح كده. ففي يوم لقيت حد بيعمل كده على سلعة ما، وبعدين الناس كلها بتجري بقول لهم بتعملوا إيه وأنا في السوبر ماركت؟ ده هيختفي. قلت لهم عرفتوا منين إنها هتختفي؟ طب لو هتختفي من السوبر ده، في واحد سوبر ماركت تاني، في هنا، في اكتر من مكان. أيوة. يعني انتوا ليه بتعملوا كده؟ وبعدين اكيد احنا مش محتاجين كل الكميه دي في نفس ذات الوقت، يعني خدي على قدك وانت على قدك هيكفينا. أيوة. لو عملنا كده والله كم حد جاب حاجه وشالها وما استعملهاش وباظت وترمت. تاريخ الصلاحيه حصل.